تم التنبيه برضو على الساده المدير لمديريات الطب البيطري بالسماح للمواطنين بالذبح بالمجازر الحكوميه. عندنا 464 مجزر حكومي على مستوى الجمهوريه يسرنا خدمه ذبح الاضاحي للمواطنين، واحنا من خلال برنامج صباح الخير يا مصر بنناشد المواطنين انهم يذهبوا بأضحيتهم الى المجزر حفاظا على صحتهم وحفاظا على البيئه. طيب حضرتك لو انا بشتري لحمه برضو دلوقتي، يمكن في بعض النصائح والضوابط اللي لازم اخد بالي منها اثناء شرائي اللحمه دي، زي اللحمه تكون مثلا مختومه او منافذ معينه، لو حضرتك برضو بتوجه نصائح للجمهور تقول لهم ايه فيما يتعلق بالموضوع ده. اهم حاجه اتفضل حضرتك. اهم حاجه وانا بشتري اللحمه ان انا اشتري اللحوم من جزار معروف وانا متعود دايما ان انا اشتري منه. تاني حاجه ببص في اللحمه على الاختان،